مرحبا، اليوم رح نتعلم الفوتوشوب بس بساعة واحدة. نظرا لطلب البعض انه بدنا نتعلم الفوتوشوب بأقصر وقت ممكن، فأنا جهزت لكم هيدا الفيديو ورح تتعلموا فيه الفوتوشوب وفعلا بأقصر وقت ممكن خلال هالساعة. بهيدا الفيديو رح أعلمكم كيف منشيل الحبوب من البشرة، كيف منظبط لون العيون، لون الشعر، وكمان كيف مننعم البشرة، ورح أعلمكم كمان كيف منغير خلفية الصورة. يعني إذا عنا صورة بدنا نشيلها ونغير الخلفية اللي وراها، إذا خلفية ما عجبتكم فينا نقصها ونشيلها ونحطها بخلفية تانية، أي خلفية بدكم إياها. كمان كله هيدا رح نتعلمه بهيدا الفيديو. وهلأ يلا خلونا نبتدي وتابعوني للأخير، وبتمنى منكم لحتى تستفيدوا من هيدا الفيديو، وإذا فعلا حابين تتعلموا الفوتوشوب وتصيروا تشتغلوا أي صورة إن كانت، أبدا ما تسرعوا الفيديو ولا حتى شوي ولا حتى لبعض الثواني، لأنه أي تفصيل ممكن أنتوا تسرعوا الفيديو يروح عليكم، أي تفصيل صغير أي خطوة صغيرة أكيد رح تضيعوا، ما بقى رح تعرفوا كيف أنا عملت هالخطوة أو شو عملت وكيف هيك غيرت. فبتمنى عليكم ما تسرعوا أبدا الفيديو لحتى أنتوا تستفيدوا. أول شيء أنا اخترت هذه الصورة، وطبعا أنا حكي فيديوهاتي السابقة أنه كيف بنفتح الصورة، عنا فوق فايل أوبن نختار الصورة اللي بدنا نشتغل عليها. فأنا اخترت هذه الصورة، وكمان رح فرجيكم على الخلفية اللي بعدين بدي اشتغل عليها الصورة تانية اللي هايدي هي. رح اخد صورة وحطها بهيدي الخلفية، كمان رح اعلمكم كيف رح تعملوها. فنرجع لهيدي الصورة اللي بدنا نشتغل عليها. بعمل لزوم لحتى تشوفوا التفاصيل شوي، أكيد شفتوا بالوجه في بعض الحبوب، في بعض النمش مثل ما شفتوا. فهيدي كلها رح نشيلها، رح نزبطها. تابعوا مع الخطوات خطوة بخطوة. هلأ بدنا نحدد حجم الصورة والريزوليوشن، يعني وضوحها للصورة مثل ما شايفين. انتو خلوا بإيدكم ورقة وقلم، دايما سجلوا الخطوات كلها خطوة بخطوة، يعني انا وين عم فوت انتو بتكتبوا بتسجلوا لحتى بعدين بس تراجعوا الفيديو تعرفوا انا لوين فتت، لانه اكيد رح تنسوا. فلازم نسجل كل خطوة بخطوتها لحتى ما ننسى. أنا هون رح حط الريزوليوشن 72 وبتحطوا أوكي. فإذا فتحت عندي هون صفحة جديدة اللي هي أنا بدي روح أرجع لأول صورة وبعلم عليها كلها، انا طبعا عم بمشي على البطيء لحتى انتم تلاحظوا وانا عم ببص، رح حتى تسجلوا كل كبسه عم بكبسها. اوكي بعدين رح علمت عليها، رح اعمل عليها كوبي واخدها و حطها بهيدي الصفحه الجديده اللي فتحناها. طبعا كبر الصوره عقد الصفحة اللي فتحتها.
شوفوا كيف فيكن تاخدوها شمال يمين، فيكن تكبروها، فيكن يعني كيف انتو بتلاقوها مناسبة بتحطوها بقلب هايدي الصفحة. مثل ما شايفين عم حاول انا اركزها بالمكان المناسب. اوكي هيك انسب شيء. فاذا هذه الصوره هلا اللي رح اشتغل عليها. اوكي بنسى الصوره الاساسيه او اول صوره انا فتحتها، بشتغل على هذه الصفحه الجديده. اوكي شوفوا انا هون عم ببعدها شمال يمين لحتى اشوفها اي انسب. اوكي هلا دايما انتبهوا شو عم بعمل. زوم دايما منقرب نعمل زوم لحتى نشوف وين بدنا نشتغل، حتى نشوف التفاصيل 100%. شوفوا انا هلا رح شيل الحبوب اللي بالوجه او النمش اللي بالوجه. لاحظوا كيف عم بستعمل هيدي الاداة وبصير بكبس على الحبة او على اي شي بالوجه منه، يعني ما لازم يبقى. ف كبسي كبسي لا حتى يعني صف الوجه. عم بتشوفوا كيف؟ ولا رح فرجيكم الفرق، اكيد رح تلاحظوا فرق كتير كبير انه كيف كان الوجه وكيف صار. هلا طبعا هيدي الحسون اللي فوق الشفة هلا انا ما بشيلها، لان انتو فيكن تشيلوها بنفس الطريقة بس خليها انه طبيعي، ما لازم تشيلها من الوجه. شفتوا الفرق؟ عم تلاحظوا من بعد في هون اشياء عم نشيلها. ودايما مثل ما قلت لكم سجلوا كل خطوة بخطوتها. وانا اكيد من بعد هيدا الفيديو لكل اللي عم بيحضروه انا اكيد رح تعرفوا تشتغلوا اي صورة كانت، انه خلص صار فيكم تشتغلوا على الفوتوشوب. من هون بقدر انا كبر وصغر حجم الدائرة اللي عم بشتغل فيها. كمان بعدني عم نقل الوجه زي حسوا دايما عم بمشي معكم على البطيء لحتى تقدروا تتعلموا، لانه دايما بيكون يعني كتار بيكونوا على انه على اليوتيوب عم بيعلموا طرق الفوتوشوب بس بتلاقوهم عم يمشوا كتير سريع وكتير انه بيسرعوا الفيديو. هون اذا لاحظتوا هون إذا أنتوا غلبطتوا مسحتوا أي شي بالغلط فيكن ترجعوا بهيدي الطريقة اللي رجعت فيها. So بيسرعوا الفيديو بشكل كتير سريع، يعني ما رح تقدروا تتعلموا أنه كيف عملوا هاي الطريقة وكيف عملوا هيدي الشغلة. فأنا لهيك عم بمشي كتير على البطيء لأن بدي إياكم تستفيدوا وتتعلموا، لأن البعض منكم طلب مني انه حابين يتعلموا الفوتوشوب على طريقتي. واكيد طبعا اي شيء اي ملاحظة ما قدرتوا تلقطوها مع انه بشك يعني انه اي شيء ما حدا قدروا تلقطوه لانه للبطء اللي انا ماشي فيه
بس في حال أي شيء، أي ملاحظة ما قدرتوا تاخدوها ممكن تتواصلوا معي، أو بس حطوا لي كومنتات، وأنا أي شيء برجع بعملكم فيديو تاني على التعليقات اللي أنتوا بدكن إياهن، أو فيكم تتواصلوا معي على إنستغرام تبعي وأنا بقدر أفيدكم بأي شيء بدكن إياه. ودي منكم هلا انتو عم تحضروا هذا الفيديو، ما تنسوا تحطولي لايك، كمان اذا ما كنتوا مشتركين بالقناة تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو عم نزله جديد. كمان بعدني متابعة عم شيل بعض، أو فيكن تقولوا أي شي يعني بالوجه ما حبينه فيكن تشيلوه، مثلا تحت العيون كمان أوقات بيكون في شوية سواد، أوقات بيكون في دبغات، بتكون العين تعبانة فبتكون هيك بتجور تحت العين، فنحنا بنقدر نشيلها ونصححها ونخلي الوجه أبدا ما مبين أنه تعبان تحت العيون. طبعا بالفوتوشوب تقدر تخفوا أي شيء. شفتوا لحد هلأ ما في شيء صعب، اللي بده يتعلم ما بيصعب شيء قدامه أبدا. وصدقون أنا كنت مثلكم أول ما تعلمت الفوتوشوب، كنت بعدني مبتدئة، كنت دايما أجيب ورقة وقلم وسجل وأي ملاحظة سجلها وبعدين روح طبق، ومرة على مرة بعدين خلاص صرت أعرف كل شيء، وصاروا هالخطوات كتير أشياء سهلة عندي. وانتو كمان بتقدر تكونوا نفس الشيء وبتقدر تشتغلوا الصور اللي أنا عم بشتغلها، وبتقدر تصيروا من أفضل المصورين، من أفضل اللي بيشتغلوا على الفوتوشوب، فما في شيء صعب قدامكم. هون أمشي هيك شوي يعني الشعر اللي نازلين على الجبين. طبعا الفوتوشوب بده دقة، يعني اوقات مثلا مثل ما شفتوا هون اوقات بيصير يطبع معكم الوجه انتو عم بتنقوا، كمان فيكن ترجعوا وتشيلوا تمسحوا الخطوة مثل ما انا عملت قبل، انه اذا غلبطتوا تقدروا ترجعوا على الخطوة اللي قبل. بدكم تكونوا دقيقين لحتى ما يصير في اي فروقات بالوجه، يعني نكون عم نشيل شيء ونقوم نغلبط ونحط بداله شيء على الوجه. شفتوا كيف صار تحت العيون؟ أكيد لاحظتوا الفرق. هون شوي صغيرة على الدقن، كمان منكمل. عم فرجيكم هون كيف كانت وكيف صارت. طبعا اذا بتعملوا زوم حتلاحظوا الفرق كتير.
كتير منيح. وهيك بكون أنا شلت كل شيء يعني ما لازم يكون بالبشرة. وهلأ شوفوا كيف راح اشتغل على العيون. هون عم زيد بياض العين وضوي العين أكتر، اعطيها لونها أكتر لحتى تبرز أكتر. كمان انتو فيكن تعملوا زوم اكتر تقدروا تتحكموا بس بالعين، ما تظهروا برات العين، لان ظهرتوا برات العين اكيد راح يبين على البشرة، راح تفرق معكم البشرة. فنحنا بدنا بهاي الطريقة نشتغل بس على العين من جوا. شفتوا كيف عم تضوي اكتر؟ يعني بدنا تكون تشتغلوا فيها لحتى تشوفوا انتو سوري انتو كيف حابين انو تكون. ده اللي كنت تشتغلوا فيها لحتى انتو تلاقوها صارت اجمل، صارت مثل ما انتو بدكم، مثل ما انتو شايفينها هلقات صارت حلوة. يعني حسب ذوق كل حدا عم يشتغل. يعني انا عم اعلمكم الطرق وانتو بعدين حسب يعني كيف بتحبوا تشتغلوا على الصورة. يعني انتو ممكن ما تحبوا الضوء والعين مثلا لهالدرجة، ممكن انتو في اشياء بالوجه ما بتحبوا تشيلوها، ممكن هلأ مثلا لون شفاف ما بتحبوا تبرزوا الشفاف، أو مثلا أوكي بتلونوهم بس أنه مش كتير، ممكن تزيدوهم كتير غير ما أنا عملتهم. يعني حسب يعني كل حدا كيف حابب هو يشتغل الصورة. فهلأ بدي أشتغل على شفاف، شوفوا كيف راح زيد اللون، يعني راح ابرزهم. لاحظتوا كيف عم يقوى؟ شفتوا كيف؟ اكيد لاحظتوا الفرق كتير كبير. طيب وهيدي عملنا الشفاف، شفتوا كيف؟ هلأ رح لون شوي فوق العين تبين كأن حاطة ميك اب. فيكن تقووا وفيكن تخففوا، فيكن مثل ما بدكن ترسموا. ما بتعجبكن بتجربوا، ما بتعجبكن بترجعوا للخطوة اللي قبل مثل ما أنا عملت. يعني أنا كمان مثلكن بجرب أنه هيك لا مش هيك، هيك حلوة أوكي، بلاقيها ما حلوة بغير. هون كمان عم ابرز الرموش، عم زيدهم سواد، لاحظتوا؟ شفتوا كيف كان صارت حاطة ميك اب او وجه؟ انتو فيكن تقووا هيدا يعني
تقووا هيدي الألوان، أو بالأحرى فيكن تعملوها كان حتى ميك اب، فيكن لا ما ضروري تعملوا هيدا الشي، يعني ما ضروري تحطوا اللي أنا حطيتهم فوق عيونها، ممكن تكتفوا مثلا بلون على شفاف خفيف، يعني حسب مثل ما أنتوا حابين. بس أنا علي أني أعمل الطرق قدامكم، وأنتوا على ذوقكم بعدين تشتغلوا بالصورة. شوفوا من هون بتقدروا تخففوا اللي انتو عملتوه، لاحظتوا كيف هون خففت على الاخر، هون قويت على الاخر، فيكن تخففوا شي كتير بسيط، فيكن يعني الدرجة بتكون اياها. هون رجعت عم برسم، شفتوا كيف؟ وأبدا ما نستعجل نحن عم نشتغل الصورة، عطوها دايما وقتها. يعني الفوتوشوب كتير حلو، شغله كتير حلو، بس كمان بده وقته، بياخد معنا وقت كتير. الصورة اللي بنشتغلها كمان بتاخد معنا وقت. شفتوا هيك صارت، طيب هلأ رح نشتغل على الشعر. هو الشعر أشقر، أنا رح زيده شوي شقر، شوي ما كتير، يعني أنا بحب الشقارة، بحب ضو الشعر. غيري يمكن لا، بحب الشعر الغامق، يعني بحب يغمق. أنا عم أفتح لون الشعر، لاحظتوا كيف عم يتغير؟ عم بيروح أكتر للأشقر، يعني هو مثل كان كأن بني على أشقر، هلأ عم بيروح أكتر للأشقر. لاحظتوا؟ يعني بدلكم تمرقوا على الشعر قد ما بدكم حتى تاخدوا اللون اللي بدكم إياه. كمان منكفي بنفس الطريقة، يعني أنا هيك بحب أعمل الشعر. ممكن أنتو تحبوا غير هيك، مثلا أنا الإيد بعد بدي أفتح اللون أكتر. شفتوا كيف؟ حلوين ما هيك؟ أكيد عم تلاحظوا الفرق واضح. هلا بكفي يعني هالقد، كتير منيح. بعدين رح روح ناعم الصورة، ناعم الصورة يعني ككل، مش انه البشرة بس، الصورة كلها خليها هيك، عطيها نعومة. كمان بتحددوا الدرجة اللي بتكون إياها، بتصيروا أنتوا تجربوا كيف تلاقوها أنسب،
في 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 يعني في عالم بتحب الصورة كتير ناعمة كتير يعني. في عالم لا بيحبوها تكون خلوها شوي ضمن الطبيعة، يعني حسب كيف بتلاقوا مناسب اشتغلوا. فأنا هون يعني عم جرب بينكم عم زيد عم نقص لحتى تشوفوا بس كيف. أكيد ما تزيدوا كتير لأن نعومة الصورة يعني الزايدة تمحي التفاصيل، تفاصيل الوجه، بتحسوا على شوي الصورة غبشت يعني من كتر النعومة عم تمحوا التفاصيل كلها، يعني عم تخبش الصورة، يعني انه شيو منه ما منزيد كتير، ولا انه ماشي ما نشتغل بالصورة، لا حلو الصورة نعطيها نعومة اكيد، بس انه ما نزيد كتير. شفتوا كيف عم تلاحظوا انتو فيكن تطلعوا فوق مطرح ما اعطيتكن الصورة قريبة كتير. شوفوا كيف، وشوفوا هون على الصورة الكبيرة كمان كيف صارت. شفتوا هون بهاي الطريقة ببرز الصورة أكتر، يعني بخلي يعني النعومة الزايدة فيها لا بخففها. عرفتوا كيف؟ مثل ما شايفين كمان بتجربوا بتزيدوا بتنقصوا لتشوفوا انتم مناسب. اكتر شي بتطلعوا على العيون، العيون بتبين معكم انتو عم تشتغلوها كيف عم تبرز اكتر، كيف عم تروح يعني للطبيعة اكتر، للطبيعي يعني اكتر. فبعدين رح روح انا كمان بهذه الطريقة، شفتوا لاحظتوا بنعم الصورة اكتر حسب انتو قد ايه بتحبوا درجة الصورة ناعمة. هيك اوكي، وهيك صارت شفتوا كتير حلوة. ما ضروري انتو تتأيدوا بالأرقام اللي أنا عم بغيرها، انتو كيف شايفين الصورة مناسبة انتو عم تشتغلوها تشتغلوا. هو مهم بس انكم تعرفوا الطرق، بس الأرقام أبدا ما يعني ما لازم تكون مثل ما أنا عم بشتغل، أكيد الشغل بين حدا والتاني بيفرق. هلا رح ابتدي اني الون بالصورة، غير الوانها للصورة، غير البشرة. غيرها مثلا، بعدين رح تشوفوا كيف غير سطوع الصورة. هون عم بغير باللون الأحمر، كل شي على اللون الأحمر بيشتغل عليه. كمان حسب انتو كيف تحبوا يكون تكون لون البشرة.
ميلي للحمار، ميلي للسمار، ميلي للصفار، للبياض، حسب كيف انتو بتحبوا. هون عنكم الألوان وفيكم تشتغلوا اللي بدكم إياه. أكيد عم تلاحظوا كيف عم يتغيروا الألوان. مثل ما شفتوا الفوتوشوب كتير كتير واسع. يعني قد ما تعلمتوا مهما تعلمتوا بضل في أشياء كتير أنه ممكن ما تعرفوها. يعني الفوتوشوب ما بيوقف هون. بس أنه أنا عم علمكم بخلال هيدي الساعة كيف تكونوا عن جد قادرين تشتغلوا صورة كاملة. وإن شاء الله هلأ أنتم من المبتدئين، إن شاء الله بعدين بتصيروا من أكبر المحترفين اللي بيشتغلوا على الفوتوشوب. فهيك أنا بعدني عم بشتغل على اللون الأخضر. في ناس كتير بتحب تقوي اللون الأخضر اللي بيكون بالصورة، يعني اللي هي اللون الشجر. في ناس لا بتحب تخفف كمان اللون الأبيض. بدكم تنتبهوا منيح ما تقووا كتير، لأن كمان بيصير يضوي الوجه. عم تلاحظوا كيف بيتغير لون الأبيض عن الألوان اللي بيتغير عليها. يعني شي خفيف. كمان لون الرمادي. شوفوا لاحظوا بعد ما هيك يعني نصير نزيد او ننقص هيك بشكل كتير انه بسيط، ما نقوي كتير لان تحسوا كأن شوهتوا الوان الصورة. لاحظتوا كيف اذا بقوي؟ هون عم بزبط باللون الأسود. شوفوا كيف بيصير يعطي اللون الأسود. شفتوا هيك عم بعطي الصورة على أزرق كيف بتصير، على مادة الأصفر كيف بتصير، على الأخضر كمان. يعني أنتوا هول الألوان ما ضروري أنكم تشتغلوا فيهم كلهم، لأن أساساً إذا اشتغلتوا فيهم كلهم يعني وقتها ما نكون بحاجة أنه تستعملوهم مثلاً لبعض الألوان. يعني مثلاً هون اللون الموف ما في داعي أني استعمله. بتحسوها بهذه الصورة إذا أنتوا استعملتوه ممكن عن جد يبين غلط بالصورة. فانتو بتجربوا كمان كيف تلاقوها الصورة شايفينها حلوة بتشتغلوا. طبعا اذا ما جربتوا كل الخطوات كل الالوان مثلا اللي قدامكم ما حتعرفوا اي مناسب للصورة او اي بيجمل الصورة اكتر، اي ما بيمشي حاله مع الصورة. فالمفروض انه نجرب كل شيء قدامنا. لاحظتوا بقوي اضاءتها او سطوها على الصورة. فيكم تقووا، فيكم تخففوا، تغمقوا، تفتحوا، يعني حسب الصورة شو بدها.
عم تلاحظوا التغيير؟ وهذه الخطوة اللي ما بتعجبكم فيكم ترجعوا للخطوة اللي قبلها. لاحظتوا كيف أنا بصير بجرب؟ لاحظتوا؟ شفتوا كيف تتغير؟ كمان من كمين مثل ما عم بتشوفوا هيك بتقدروا تتحكموا فيها، تتحكموا بالألوان، بكل التغييرات اللي عم بتصير بالصورة. لاحظتوا كيف؟ هون رح جرب أعطي الصورة شوي كأن رايحة على البنة. شوفوا كيف هيك عم بعطيها طبقة خفيفة بنية. شفتوا كيف من وين أنا عم خفف وزيد بالنسبة اللي بدي إياها؟ يعني أنا بحب أعطي هيدي الطبقة على الصورة، بس إنه ما كتير تكون قوية. في ناس بحبوا يشتغلوا هيك الصورة، بحبوا يزيدوا هيدي الطبقة اللي على الصورة، وفي ناس لا ما بتحب تحطها أبدا، وفي ناس مثلي أنا يعني بزيدها شوي على الخفيف، يعني حسب شفتوا كيف بتحبوا، كيف انتو ذوقكم تشتغلوها. اكيد انتو كل شي قدامكم جربوه، يعني كل شي انا عم فوت عليه جربوه، يعني شوفوا شو بيتغير بالصورة. اذا انا مثلا زدت مثلا هاي الخطوة شو بصير، كيف تتغير، قللت منها كيف كمان تتغير، عرفتوا كيف؟ غيروا جربوا، ما بيأثر، يعني لازم تجربوا كل الخطوات. يعني إذا ما جربتوا ما حتعرفوا شو بيعنوا هالأشياء الموجودة. شوفوا مثل ما قلت لكم دايما سجلوا وين عم فوت، وين عم غير، شو عم بكبس، كمان كل الخطوات الموجودة مثل ما قلت لكم جربوها، لأن كل خطوة إلها ميزة، كلهم بيفرقوا عن بعضهم، كلهم بيعطوا تغييرات على الصورة. فحسب شو بتحتاج الصورة لنجملها بنشتغل على أساسها. شفتوا كيف أنا عم جرب لكم بعض الخطوات، كيف أنا إذا كبست علي هون كيف تصير الصورة. طبعا فينا نخفف وفينا نزيد مثل ما أنا هون عم بعمل. شفتوا كيف؟ شوفوا فيكن تروحوا على اللون الأصفر، فيكن تروحوا على اللون مثلا الأحمر على البني. شوفوا أنا رح جرب لكم، شوفوا كيف بيتغيروا.
لاحظتوا شفتوا شو صار؟ عم تطلعوا بالبشرة عند الصبية كيف عم بتصير؟ شفتوا اللون ال الأورنج هون شوي على بني؟ شفتوا كيف عم بعطيها لون السمار؟ شفتوا؟ فيكن تقووا، فيكن تخففوا، كمان ما نزيد يعني الشي زيادة عن اللزوم، لأنه الشي الزايد بي بي يعني بينزع الصورة. لاحظتوا كيف عم غير فيها للصورة؟ هلا بالأخير رح فرجيكم كيف كانت وكيف صارت، كيف كانت الصورة اللي أول شي يعني جبناها لحتى نشتغل عليها، وكيف آخر شيء كيف صارت النتيجة عنا، كيف تغيرت هذه الصورة. فعلا رح تلاقوا فرق كتير كبير. شو رأيكم؟ اكتبوا لي كمان بالكومنتات حبيتوا أو ما حبيتوا، استفدتوا؟ أكيد استفدتوا، ما بدي سؤال. بس دايما مثل ما قلت لكم أي شي فيكم تتواصلوا معي، وأنا جاهزة لحتى أقدم لكم أي معلومة. شفتوا بس أنا عم غير بالزاوية تبع الصورة، تعطيني التغيير اللي أنا عملته على الزاوية اللي أنا بدي إياها فيني حركها. لاحظتوا شو رأيكم؟ أنا رأيي أكيد كتير حلوة. وفيكم تبعتولي بس تجربوا تشتغلوا أي صورة، بعتولي إياها قبل وبعد، كيف كانت قبل ما تشتغلوا فيها وكيف صارت لما اشتغلتوها. شو رأيكم فيها هيك أو هيك؟ الاثنين حلوين. شفتوا؟ حلو، هيك منيحة. وإذا بدكم فيكم تزيدوها شوي كمان هيك كتير منيحة، وفيكم يعني ما تشتغلوها لهيدي الخطوة. كيف انتو رسمين يعني براسكم كيف تكون تطلع هيدي الصورة؟ وهيك صارت هيدي الصورة. شفتوا؟ لايكو، هيك كانت
شفتوها؟ وهيك صارت. وهلأ رح أعلمكن على صورة تانية كيف بدي غير خلفية هيدي الصورة. يعني أنا رح أخد هيدي الصورة وحطها بهيدي الخلفية. خلونا نشوف كيف، وأنا شوي حأشتغل بعض الخطوات بشكل أسرع لأن اشتغلناهن عكتير على البطيء بالصورة اللي قبل. أكيد أنتو سجلتوهن، فالمفروض بس ترجعوا تحضروا الفيديو بتكونوا عرفتوا أنا شو عملت بأول كم خطوة. أنا هلأ عم علم الصورة، صورة الصبية بس اللي بدي قصها وآخدها. شوفوا كيف بعمل زوم لحتى أنا شوف وين عم علم. يعني أوقات شفتوا كيف ما بتكون معلم منيح على الصورة اللي بدي قصها، يعني أوقات بتكون ظاهرة شوي لبرا ما لازم تظهر، أو بتكون فايتة شوي على الصورة كمان ما لازم ناكل من الصورة. يعني بدنا نكون دقيقين بالقص. هون أخدتها وحطيتها بهيدي الخلفية اللي بدي حطها فيها. شوفوا كتير حلو. دايما دايما لازم نختار خلفية تناسب الصورة. يعني أوقات ما نروح نجيب خلفية ما خاصة بالصورة أو ما تلبق معها. يعني أنتو مثلا عجبتكن هيدي الخلفية، أنا بروح بجيب الصورة وبحطها بقلبها بشوف هل إنها لابقة مع الصورة. يعني الخلفية مبينة يعني طبيعية مع الصورة ولا لا، مبينة مركبة تركيب أو مبينة ما لابقة. فدايما لازم ننتبه لهذا الموضوع لأنه دايما أوقات كتار يعني بياخدوا الصورة وحطوها بخلفية منا إلها. يعني بتكون الصورة بتطلع بالآخر أكيد منا ضابطة ومنا حلوة ومنا لابقة. فبدنا كتير ننتبه لموضوع الخلفية اللي عم نختاره. هون من بعد ما حطيتها عم نشوف أي شي زايد تحت ما تبين أنها مقصوصة قص الصورة. بمحي شوي من عن الطرف، يعني عن حول الصورة لحتى ما تبين الصورة أنها متاخدة من صورة تانية وحاطينها بخلفية جديدة. دايما يعني كتير ناس يعني بيغلطوا يعني بصورهم من خلال أنه قص الصورة وحطها بخلفية تانية. بيبينوا كتير واضحين أنه هن شايلين هاي الصورة وحاطينها بصورة تانية. فكتير بتعطي يعني شوي انه الصورة غلط، شوي شغل منه شغل محترفين. طبعا نحن ما بدنا نشتغل الطرق القديمة. فانتو في حال اضطريتوا انكم تعملوا خلفية فلازم تعملوها بدقة وتتأنوا فيها لحتى ما تبين انه هيدي الصورة عن جد جايبينها من صورة تانية. يعني المفروض تكون يعني تبين الصورة تبعية كأن مصورة بهيدي الخلفية بهيدا المكان. شفت انا هون عم بشتغل كمان على السريع لان اشتغلتن بالصورة اللي قبل، يعني ما في داعي ارجع عيد على البطيء لان اكيد عرفتو هون انتبهتوا قبل كيف عم بشتغل. لان فعلا كنت عم بشتغل بطريقة كتير بطيئة. شفتوا يعني ما مبيني انه الخلفية منا للصورة. رح هيك اشتغل هيك شوية فوتوشوب للوجه
ولا الألوان. أنا هون شوفوا كيف بدي بيض الأسنان، لاحظتوا كيف علمتهم كمان بتعلموا بس الأسنان، ما بتاخدوا معهم الشفاف. شوفوا بهالطريقة كيف بخفف لون الصفار، أو بالأحرى كيف بشيل لون الصفار من الأسنان وبعطيها اللون الأبيض. فتت على لونين بس، الأصفر والأبيض، شفتوا؟ كمان ما تعطوهن اللون الأبيض الزايد، هان حيبينوا أكيد منهم طبيعيين، ونحن عم نشتغل ما نضلنا ضمن الطبيعي، ما كتير نشتغل فوتوشوب بالصورة، يعني نشتغل بس خليها نخليها نخلي جمالها الصورة، نخليها أكتر للواقع. وهيك بيضت لون الأسنان. وهون بعطيها نعومي للصورة، أكيد كمان مثل ما عملت بالصورة اللي قبل. أوكي، وهيك نعمت على الصورة. مثلكم أنا عم بشتغل شوي سريع، لأن نفس الخطوات عم بشتغلهم هن ذاتهم يلي اشتغلتهم بالصورة اللي قبل، يعني ما في شي راح عليكم. يعني ما تقولوا أنا كنت عم بشتغل أول شي على البطيء كتير وبعدين هلأ أنا بالآخر عم سرع، لا أبدا، لأن الخطوات اشتغلناهم قبل، وأكيد يعني ما بتخيل حدا ممكن يعلم فوتوشوب ويمشي ببطء بتعليمه. دايما إذا بتلاحظوا دايما بيسرعوا كتير بالخطوات لدرجة ما بتلاحظوا وين عم يكبسوا، وين على أي مرحلة صار، وين على أي خطوة، وين على أي أداة كبسوا، وين عرفتوا كيف بتضيعوا. بتصيروا أنتوا تضطروا بدكم تعيدوا بالفيديو كل شوية، تعيدوا ترجعوا الفيديو لحتى تلقطوا الحركة أو تلقطوا الأداة يلي استعملها أو الخطوة يلي عملها. اللي بده يعلم لازم يمشي كتير شوي بطيء، يعلم طريقة سهلة، فهيك المفروض. كمان هذه الخطوات شفتوها قبل، شو رأيكم بالصورة؟ حلوين صح؟ فيكم تزيدوا تخففوا مثل ما قلنا قبل، كتير حلوة. عم تلاحظوا انتو الخلفية كيف عم تتغير؟ شوفوا هلا انا هون بدي اعطيها اضاءة للصورة، يعني اعطيها كأن ضوء الشمس ضارب على الصورة. شوفوا انتو بتختاروا اي اضاءة بدكن اياها، اي ضوء شمس بدكن اياها. شوفوا هيدا الضوء كيف بيضرب على الصورة، لاحظتوا؟ كتير حلو، لأنه هي الصور هي خلفية جاي بالطبيعة ونور الشمس عليها، فحلو نحنا نعطيها إضاءة الشمس أكتر، أو كأنه الشمس وراها. هون طبعا كتير قوي منخفف، شفتوا منخفف. فيكم تستعمل هيدي الإضاءة أو الإضاءة يلي استعملتها قبل أنا، لقيتها أزبط
شفتو عيان تبعته بتخففوها بتقوى قد ما بتكون هيك خفيفة وهيك قوية حسب كيف بتكون نور الشمس يكون ساطع. هيك صارت كأن عن جد فعلا الصبية مصورة بمنظر طبيعي وبالنهار والشمس طالعة أعطتها إضاءة كتير حلوة وهيك طلعت معنا هذه الصورة. منسكر الصور اللي قبل هخلي لكم الصور اللي اشتغلتون. اوكي هيدي الصورة اللي اشتغلتها حطيت لها خلفية وهيدي الصورة اللي قبل يلي اشتغلناها في فوتوشوب وطبعا فيكم تعملوا لها سيف اكيد يعني ما تنسوا تعملوا لها سيف بالاحرى لان بيروح كل شغلكم ضيعان. كمان الصورة التانية بنعمل لها سيف اكيد. فهي دول الصورتين يلي اشتغلتهم. هون استخدمنا خلفية غير للصورة. هلا شو رأيكم؟ سهل الفوتوشوب او صعب؟ اكيد في اشياء كتير والفوتوشوب قلت لكم انا عالم الفوتوشوب ما بيوقف هون في كتير اشياء بعد. بس انتو بهول الطرق قادرين صرتوا تشتغلوا صورة كاملة. طبعا اكتبوا لي رأيكم وحطوا لي كومنتات وكمان ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو ما تنسوا تعملوا اشتراك سبسكرايب للقناة او كمان تكبسوا على زر الجرس حتى دايما كل ما انا انزل فيديو جديد يوصلكم مني نوتيفيكيشن اشعار انه انا نزلت فيديو جديد. واذا حبيتوا فيكم تعملوا شير للفيديو وطبعا بس تجربوا هذه الطريقة تكتبوا لي رأيكم تكتبوا لي تعليقاتكم تبعتوا لي صوركم اللي اشتغلتوها فيني أعطيكم رأيي فيها وأي سؤال بدكم إياه قلت لكم أكيد فيكم تتواصلوا معي إن كان عبر الكومنتات أو فيكم تتواصلوا معي على الإنستغرام تبعي. أي استفسار عن الفوتوشوب بقدر ساعدكم. أنا هون حطيت لكم صفحتي على الفيسبوك بتقدروا تفوتوا تشوفوا الصفحة تشوفوا الصور بتقدروا تاخدوا فكرة عن التصوير كيف ممكن تصوروا تاخدوا أفكار عن الصور أفكار عن البوزات عن كيف ممكن كمان تحضروا ديكوريشن حتلاقوا أعياد ميلاد مثلا فوتو سيشن لأعياد ميلاد للولاد حتلاقوا كتير كتير أشياء وكمان أطفال حديثي الولادة كتير يعني كتير صور ممكن تفوتوا وتاخدوا أفكار عنهم منه غلط أبدا يعني نشوف غيرنا كيف ممكن يصور أو نشوف صور ونتعلم منه غلط أبدا وإن شاء الله بعدين رح تقدروا تطوروا من حالكم أكتر وأكتر لتصيروا من أفضل المحترفين بمجال الفوتوشوب. وهلا بدي اقول لكم باي باي.